مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من سباق النيران. إذا نكتشف السيارة التي سوف نلعب بها. سيري على بركة الله إلى الأمام، إلى الدريفتينج، إلى السرعة الخيالية. المنعطف، كان منعطف خطير خطير جدا هذا المنعطف. كيف سنجتاز هذا المنعطف؟ اي 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 اي. اذا يجب الاسراع للحاق بالمنافس. اين هو؟ في الامام مباشرة. هل سوف نستطيع اللحاق به؟ إذن السرعة الخيالية، السرعة القصوى، الدريفتين هنا. يمشي يا سيارة، يلحق بها، يجب أن نصل إلى المركز الأول. جميلة جميلة اللفة، اقتربنا. سيري سيري، اقتربنا. اقتربنا. نحن في المركز الأول. سير يا سيد، شوف الدريفت. حلاوة ولكن بدون نهاية. تذكر أصبحنا في المركز الأول مجددا. سيري سيري على بركة الله، لف على اليمين. أي 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 أي. ليست ب ليست مدروسة كفاية. هنا سوف تكون اللفة أحسن بكثير. كما قلت لكم لم يخيب ظني في هذه اللفة على اليمين، ثم اللفة الأخرى الصغيرة على اليسار، هكذا. ووصلنا إلى خط النهاية. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.